ترتفع رقعة التطورات في أزمة انقلاب النيجر لتلقي بظلالها على دول الجوار. تعلن الجزائر الجارة الشرقية للنيجر عن رفضها طلبا فرنسيا لفتح الأجواء أمام الطائرات الفرنسية للهجوم على نيامي. يسارع باريس بالمقابل بالنفي على لسان رئيس أركان جيشها. في الأثناء الاتحاد الأفريقي يواصل عمله، وهذه المرة يعلن تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطته. وواشنطن التي غابت يومين عن التصريحات تجدد التزامها لما وصفته بإعادة الأوضاع في البلاد إلى ما كانت عليه سابقا. للمزيد ارحب بضيوفي من الجزائر، استاذ العلوم السياسيه في جامعه الجزائر الدكتور زهير بوعمامه، وينضم الينا كذلك من باريس استاذ العلوم السياسيه في جامعه باريس جان بيير ميلالي. اهلا بكما. دكتور زهير من الجزائر، سابدا معك. الجزائر لم تستجب للطلب الفرنسي لعبور الاجواء الجزائريه الى النيجر، هل هذا موقف رسمي؟ لان الاذاعه هي التي ذكرته دون توضيح المصدر. مساء الخير أستاذ طارق، تحية لك ولمتابعي قناة المملكة. هو أقرب إلى الرسمي على أساس أن الإذاعة الوطنية وجريدة الخبر المقربة من مصادر موثوقة أيضا أو وصفتها بالموثوقة لا يمكن أن تنزل هكذا أخبار إلا أن يكون الأمر موثوقا، وربما هناك جهة في مراكز القرار في البلد أرادت أن تمرر هذا الخبر عبر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين. وبالنسبة لنا هذا الموقف ليس مفاجئا، هو موقف طبيعي تماما ينسجم مع الموقف المعلن بقوة للجزائر في رفضها القاطع والصارم لأي عملية عسكرية ضد جارتها النيجر وتمسكها بالحلول والتسويات الدبلوماسية التي تبعد عن النيجر وكل المنطقة شبح الحرب وعواقب وتداعيات كارثية لا أحد يمكن أن يتنبأ بها. الغريب هو في أن تطلب، أن تتجرأ باريس على أن تطلب هكذا طلب من الجزائر وهي تعرفنا تماما، تعرف أننا ليست لدينا عقلية السمسرة وليست لدينا منطقة التعامل المزدوج، ليست لدينا أو لا نقدم شيء فوق الطاولة ونعمل شيء تحت الطاولة، ثم أنها تعلم بموقفنا وتعلم تماما بأننا متناقضان في موضوع النيجر، وإن كان نلتقي في الموقف من الانقلاب أو في رفض الانقلاب والدعوة إلى ضرورة العودة إلى المسار أو مسار الحكم المدني. أعتقد بأن الجزائر مرة أخرى لا يمكن أن تتواطأ على جيرانها، لا يمكن أن تتواطأ مع عدوان بات وشيكا كما ذكر المصدر الموثوق في الوسيلتين الإعلاميتين. وهناك كلام كثير هنا في الجزائر أن لدى القيادة معلومات دقيقة عبر أجهزتها الاستخبارية بأن الحشد للعملية جار على قدم وساق كما يقال. هناك حشود بكل أسف على الحدود مع نيجيريا، هناك طائرات الآن تتحرك عبر أجواء دولة أخرى الجار الغربي. والجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تقول بكل وضوح وصرامة لا للعدوان والاعتداء ولإشعال الحرائق في المنطقة مرة أخرى. طيب جان بيير، يعني استمعت لما قاله الدكتور زهير، غريب أن تتجرأ فرنسا وأن تطلب السماح لها بعبور الأجواء الجزائرية إلى النيجر. باريس كيف تعلق على ذلك؟ الجزائر تؤكد وباريس تنفي هذا الطلب، كيف نفهم ما يجري؟
مساء الخير للجميع. أهلا بك. من الغريب أن يذكر الضيف الكريم من الجزائر هذا الخبر ويصفه بشبه الرسمي، ويقول لنا بكل بساطة أن أحدا أراد أن يمرر هذا الخبر عبر الوسيلتين المذكورتين. هذا الخبر إما هو رسمي إما هو غير رسمي، ويبدو لي أنه هو رسمي. هو رسمي، هو رسمي. أنا قصدت أنه دكتور زهير لم يكن على وسيلة، لم يكن على وكالة رسمية. هو رسمي. طيب اسمع مني، هو رسمي. أنت ذكرت ذلك. دعنا نستمع إلى الدكتور جون بيير ميلالي بليز لو سمحت. طيب إذا كان رسميا لابد أن يذكر المصدر، وربما أن يؤتى بالدلائل على هذا الطلب. ما يجعلني أفكر أنه خبر ليس موثوقا به هو شيئان. أولا النفي الرسمي والصارح الفرنسي من قبل رئاسة الأركان الجيش الفرنسي الذي نفاه في يوم صدوره. ثانيا هناك ذكر المغرب، قيل في ذلك المقال أن المغرب قبل الطلب الفرنسي. هذا غريب جدا، يعني أن فرنسا طلبت من الجزائر التي رفضت ثم طلب إلى المملكة المغربية التي قبلت. هذا غير مقنع، لأن المملكة المغربية ليس له أجواء مجاورة للأجواء النيجيرية أولا، ثانيا ليس له حدود برية مع النيجر. فلماذا يذكر المغرب ونعرف أن هناك نزاع بين المغرب والجزائر؟ فالشخص الذي مرر الخبر أراد كذلك أن يركل المغرب بالمناسبة. هذا غريب جدا. أضيف على ذلك أن لفرنسا قاعدة عسكرية في النيجر، هو موضوع مطروح منذ أن طلب المجلس الانتقالي ترحيل هؤلاء الجنود. هم جنود مجربون، هم يعرفون الميدان. هناك طيارون وهناك طائرات، يعني هناك طيران في تلك القاعدة. فما حاجة فرنسا إلى الإتيان بطائرات من فرنسا لهذه العملية؟ أخيرا وليس آخرا، هو موقف إكواس الذي يريد أو يذكر التدخل العسكري وليس الموقف الفرنسي. فيبدو لي أن هذا الخبر بدرجة عالية من الغرابة. طيب دكتور سهير، بدرجة عالية من الغرابة، ما حاجة فرنسا لعبور الأجواء الجزائرية طالما أن لديها قاعدة عسكرية وطائرات وطيارين في النيجر؟ ولماذا تزعج بالمغرب في هذه الخبر الذي يعني يرى الدكتور ميلالي بأنه إذا كان مصدرا رسميا فليفصح عن نفسه، سواء كانت الرئاسة الجزائرية أو الخارجية الجزائرية؟ ألا يدعو كل ذلك ربما إلى وصف ذلك بأنه أمر غريب كما جاء على لسان ضيفي من باريس؟ أستاذ طارق، الغريب هو هذا المنطق غير السوي الذي يتحدث به الأستاذ جون بيير. أول شيء، أول مغالطة، يبدو أن جون بيير يجب أن ينظر إلى الخريطة، لأن الخريطة تقول أن الجزائر حين تقول لا لمرور الطائرات الفرنسية والتي كانت تمر، أذكره بأن قرار منع تحليق الطائرات الفرنسية العسكرية كان في أكتوبر 21 حين اندلعت تلك الأزمة الدبلوماسية بعد كلام ماكرون غير المسؤول آنذاك. ثانياً،
بالخريطة لا يمكن للطائرات الفرنسية أن تصل إلى دول الإكواس أو إلى محيطها أو إلى أماكن تجميع المقاتلين وحشد الجند الآن لأجل الغزو أو القيام بعملية تدخل سريعة كما يتباحثون، إلا بالمرور من شرق الجزائر على ليبيا، وهذا غير ممكن قطعا بالنظر إلى ما يحدث في ليبيا، أو غرب الجزائر على المملكة المغربية، وهذا الذي حدث وكان يحدث سابقا تكرارا ومرارا أو مرارا وتكرارا. ثم بالتاريخ أستاذ طارق، فرنسا وليقل السيد بيير العكس إن كان صادقا، فرنسا في سنة 2012 أثناء قيامها بعملية سيرفال طلبت هذا الطلب تماما من الجزائر، وآنذاك ولأن الظروف كانت مختلفة الجزائر قالت نعم، لأن الموضوع آنذاك كان طلبا من حكومة باماكو الشرعية، وكان الأمر يتعلق بهجوم لجماعات إرهابية كانت تزحف من الشمال إلى باماكو، وحتى المجتمع الدولي والأمم المتحدة غطت تلك العملية، أعطيناهم الإذن ومنحناهم الكيروزان أيضا، وحين انتهت العملية أقفلنا أجواءنا مرة أخرى حين حولوا سيرفال إلى برخان إلى تواجد عسكري مستمر. ثالثا مسألة هذه معلومة، ما الذي يضر في جون بيير أن يقول هذا المصدر بأن دولة أخرى حين رفضت الجزائر وافقت، أي فلتتحمل هذه الدولة مسؤوليتها ولتقول بأن الجزائريين يتحاملون أو يقولون شيئا آخر. ثالثا وسأختم أستاذ طارق، على الأستاذ جون بيير وكل المشككين أن يعودوا فقط إلى موقع فلاي رادار العالمي الذي يرصد حركة الطيران، وسيجد بأن طائرة عسكرية فرنسية قبل أيام وصلت إلى حدودنا الجوية وعادت أدراجها إلى فرنسا، لأن السلطات الجزائرية قالت لها لا، لن تدخلي، عودي أدراجك، لا يحق لك التجاوز هذا الخط، وعادت فعلا. ولينظر الأستاذ جون بيير إلى نفس الموقع سيجد بأن طائرات فرنسية الآن وبكثافة تمر عبر أجواء الدولة التي يبدو أنه يعني يدافع عنها، وهذا حقه على كل حال. طب دكتور ميلالي، يعني فرنسا كيف ترى مخاوف هواجس الجزائر المجاورة لنيجيريا؟ الخوف من حرب أهلية، الخوف من إشعال الحرائق، ولذلك ربما يفضلون الحل الدبلوماسي على خلاف الإيكوس التي تهدد بأنه قد يكون الملاذ الأخير لإعادة النظام الدستوري في النيجر. أولا، إذا سندت رأي دولة كانت الدولة الفرنسية وليس الدولة الثالثة المذكور بعد فرنسا والجزائر لنكون واضحين. ثانيا، ليست فرنسا يعني موقفها، ليس موقفها تبني خيار عسكري في كل الحالات ولكل الأسباب، يعني إنما أرادت فرنسا التي دخلت إلى النيجر ردا على مطلب من الدولة النيجيرية، دخلت الأراضي النيجيرية وحاربت الإرهابيين في تلك المنطقة، فتطلب فرنسا كما يطلب الاتحاد الإفريقي اليوم عودة الشرعية والحكومة الشرعية إلى سدة الحكم في نيامي، وهذا ما يطلب من جهة أخرى إيكواس. فلماذا يزعم البعض أن إيكواس هي مجموعة دمى في أيدي فرنسا الطويلة؟ ليس هذا صحيحا، إيكواس هي منظومة محترمة رأيها متطابق مع الاتحاد الإفريقي، وإيكواس تريد أن تستعمل الخيار العسكري، وهذا قاله غير مرة
حكام إكواس للتفاوض، ولكن هناك خيار عسكري ممكن. فهذا هو الموقف الفرنسي، وهو كثير هو واضح جدا. نعم. طيب دكتور زهير، ربما في العاشر من هذا الشهر الجاري لوموند، صحيفة لوموند الفرنسية، كانت ذكرت بأن الانسحاب الفرنسي من الساحل والأزمة الحالية في النيجر نيامي يشكلان نعمة حقيقية للجزائر لإعادة انخراطها في المنطقة. تعتقد أن من هذا المنطق تمانع ربما الجزائر أي عملية عسكرية في النيجر؟ أستاذ طارق، لا، ليس تماما. أولا، فرنسا لم تتبنى موقف إكواس، إنما تدفع إكواس إلى هذا الموقف، والكثيرون تحدثوا عن الضغوطات على الثلاثي الأقرب إلى فرنسا، على لاسان وطرا، الحسن وطرا، كوديفوار والسنغال وغانا. وأما نيجيريا فهي ما زالت مترددة. رغم هذا الأمر إلا أن الرئيس الجديد قد يدفع ثمنا غاليا إذا ساير موقف الثلاثي القريب من باريس كما نعلم. ثانيا، حين يقول سيد جون بيير أن الاتحاد الأفريقي طالب، حتى الجزائر طالبت بالعودة إلى الشرعية، هذه مغالطة. الجزائر في اليوم الأول حتى قبل أن يصدر أو تصدر الخارجية الفرنسية، وأتحداك سيد جون بيير أن تعود إلى توقيت إصدار البيانات، بيانات الخارجية الجزائرية والفرنسية، ستجد أن بيان الخارجية الجزائرية صدر قبلكم، أنتم كنتم تنتظرون. دكتور زهير، دكتور زهير، قضية يعني لا تتجاوب. المجلس الانقلابي، الانقلابيون هناك لا يتجاوبون مع الحوار، يطرحون فترة انتقالية، يريدون أن يحاكموا بازوم الرئيس المحتجز حاليا بتهمة الخيانة العظمى. كيف يمكن إعادة الشرعية في نيجر طالما أن المتحكمون في الأمر هناك يرفضون الحوار ويرفضون عودة الرئيس؟ إذا لابد من تدخل إذا ما استنفذت كافة الحلول الدبلوماسية. بالعكس أستاذ طارق، هناك موقف لين الآن من قبل الإنقلابيين على أساس أنهم يعلمون بأنهم في وضع صعب، هناك العقوبات، هناك الحصار، هناك موقف الاتحاد الأفريقي، حتى الجزائر التي تقول لا للتدخل العسكري هي أيضا تقول لا للانقلاب العسكري ونعم لعودة الشرعية، ولكن هي توازن بين أمرين، هي توازن بين أن ترى النيجر تتفكك والسلطة تسقط، السلطة المركزية والدولة تتلاشى إلى حالة لا دولة، مثل ما فعل الفرنسيون أنفسهم في ليبيا وفي أماكن أخرى، ثم تنتهي المنطقة جميعا إلى أن تنطلق منها كل عفاريت الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وأن تنتشر هذه التهديدات إلينا وإلى كل المنطقة. وثانيا، جوابا على ما قالته لوموند أستاذ طارق، الجزائر كانت قد أجرت ترتيبات بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون إلى بلادنا في أوت من العام الماضي على أن تساعد الجزائر وباقي دول المنطقة، فرنسا، على أن تنسحب بشكل منظم، بشكل لا يخلق فراغ فيستغله الإرهابيون وتستغله أطراف أخرى. وحصلت هناك ترتيبات، ولكننا تفاجأنا بعد زيارة رئيس أركان الجيش إلى باريس بأن هؤلاء قد تراجعوا، ولذلك منذ ذاك الوقت هناك أزمة دبلوماسية صامتة. الجزائريين يقولون أن السيد ماكرون غير جاد، فرنسا غير جادة في التعامل مع هذه المنطقة التي باعتراف الفرنسيين أنفسهم أسباب كثيرة، أو ربما جل أسباب ما وصلت إليه المنطقة هي سياسات فرنسا الفاشلة والتي أوصلتها إلى طريق مسدود. كنا نريد من خلال منظمة أو مجموعة دول الميدان دكتور زهير، أن نتحمل أمن المنطقة بأنفسنا، ولكنهم تراجعوا. طيب وصلت الفكرة. جان بيير ميلالي، اليوم الموقف الأمريكي يؤكد على أنها يجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.
تعتقدون في فرنسا أن الموقف الأمريكي يتطور بعد أن كان ربما تعامل بحذر وانتقاء لمصطلحاته فيما يتعلق بما وقع من انقلاب في النيجر؟ نعم، لا شك في ذلك أن الولايات المتحدة في أول الأمر اعتبرت أن الرد الفرنسي كان نابعا عن تقاليد تعود إلى الاستعمار، ولكن مع مرور الأيام أصبح واضحا أن هذا الانقلاب ربما صادر عن خلاف شخصي بين رئيس الحرس الجمهوري، يعني رجل له اليد الطويلة فيما حدث في النيجر منذ أكثر من 10 سنوات، والرئيس بازوم. على ذكر الأحداث والفشل المزعوم للسياسة الفرنسية، أريد أن أذكر للضيف الجزائري أن العفاريت الذي ذكرهم جلهم آتون من الجزائر، وهم خرجوا عن البلاد بعد العشرية الثورة التي كلفت المئات من الأرواح من الجزائريين. من يرسل السلاح بالطائرات إلى شمال المغرب الآن؟ الذين انخرطوا. من يدعم حركة إعادة الجمهورية الآن في الطوارق؟ من الذي أوعز إلى الطوارق بأن يتحركوا بالسلاح الآن؟ الفرنسيون. أليست أنتم؟ أنتم نعم أنتم. الفرنسيين. حتى الفرنسيين يقولون ساركوزي قال فشلنا. ساركوزي قال فشلنا، وأنت تقول لي لا، المزعومة والفاشلة المزعومة. يجب أن تعترفوا بأنكم فشلتم. أنت من مؤيد يجب أن تعترفوا هذا بأن جميل. المنطقة تتغير. لديكم خياران، إما أن تعترفوا بالوضع الجديد أو ستكون خسائركم فاضحة جدا جدا جدا. لم تعودوا دولة كبرى ولن تكونوا بلا أفريقيا. أنتم دولة بسيطة الآن. أنتم دولة بسيطة. أنتم دولة دكتور صغيرة زهير. دكتور زهير. من دول أفريقيا من دون النهب ستكونون دولة متوسطة الحجم. طب دع دكتور زهير، دع جان بيير ميلالي يعني على الأقل أن يكمل فكرته من فضلك. عفوا. طيب، كنت ذكرت أصل الجهاديين الجزائريين في الفوضى في الساحل، وأما فيما يخص دور قاتلناهم فرنسا نحن. قاتلناهم بمفردنا. أن مثلا قاتلناهم بمفردنا في التسعينات. دكتور زهير، يعني أنا طلبت منك من فضلك بمفردنا. دكتور زهير من فضلك تفضل. ونحن ماذا؟ طيب، أذكر أن غطيتم في لفرنسا امتدادات أخرى من السيادة، مثلا في المحيطين الهادي والهندي، وأن الوثيقة الأخيرة الصادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية ذكرت أن هناك ميدانان مهمان للجيش الفرنسي هما أوروبا طبعا بعد الغزو الروسي على أوكرانيا، والمحيطان الهادي والهندي. وأذكر أن الرئيس ماكرون في تحركاته الدبلوماسية الأخيرة زار كاليدونيا الجديدة، وهو موطئ قدم فرنسي مهم في المحيط الهادي، والرئيس الذي دعاه لحضور حفلة 14 جويليه هو الرئيس الهندي. فلابد كل شيء حتى تخرب البريكس. لابد أن نذكر أن حتى تخرب البريكس ليس حتى حتى تخرب البريكس من خلال العلم. نعم، هكذا يعني هكذا. هذا يعني أن المصالح في إفريقيا ليست الأولى وليست الكبرى للسياسة الخارجية الفرنسية. أنا أشكر. ليس صحيحا وأنت لا تصدق كلامك. أنا أشكركما دكتور زهير. انتهى. لا يمكن أن تكون أنت دولة كبيرة. كاليدونيا تساوي بضع كيلومترات مربع. دكتور زهير بعمامة، أنا أشكرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، وكذلك أشكر ضيفي من باريس أمام اليورانيوم والذهب الذي تأخذونه من إفريقيا.
باري. شكرا جزيلا لكما دكتور زهير، تواصل يعني التدخل دائما، أشكركما.